يعني خلينا اول شيء ناكد انه في اشاعه في الاردن. طبعا لدينا حاله من انتشار الاشاعه في الاردن. يعني زاد مستواها الفتره الاخيره ولا ما زاد؟ عشان نكون اكثر واقعيه حول موضوع حوارنا. تفضل. يعني اولا استاذ محمد شكرا لك وللساده الزملاء الاخوان المحترمين. الاشاعه طبعا فن، واشاعه في كل مجتمع موجود، وفي فتره الازمات والتحديات بتصير صناعه الاشاعه حقيقه يعني. وكما نعرف ويعرف الجميع أن الإشاعة هي مجموعة من الأخبار أو خبر أو مجموعة من الأخبار هي غير زائفة غير دقيقة، يتم تناقلها ويتم إخراجها بطريقة درامية ويتم بناءها يوم بعد يوم والبناء عليها، وبالتالي تصبح يعني في بعض المجتمعات إذا لم تواجه الإشاعة في يعني في المعلومة الصادقة أو تصبح حقيقة، يعني تصبح الخطأ يصبح حقيقة، وبالتالي الإشاعة من الصعب جدا في هذه اللحظة عندما تصبح حقيقة أو يصبح الخبر الكاذب أو الزائف حقيقة يصبح يعني من الصعب مواجهته. وبالتالي في بلدنا الآن في ظل التحديات اللي بتحيط فينا وبظل أنا أعتقد الإشاعة في الأردن الآن تزداد، والإشاعة في الأردن ليست بريئة حقيقة. هناك من يصنع الإشاعة بقصد الإساءة للوطن، إثارة النعرات الطائفية، إثارة الوحدة الوطنية، هناك من يعمل على قتل الروح المعنوية لدى الأردنيين جميعا، هناك من يعمل على جس النبض ومعرفة مدى جاهزية الدولة الأردنية لمواجهة أي حوادث لاحقة قد تترتب. يعني قد تكون الآن هناك إشاعة مرحلية حتى يشوف رأي ردة فعل الرأي العام حولها حتى تكون هناك خطوات لاحقة. وأكثر من يتقن الإشاعة حقيقة في مجتمعنا ومحيطنا هم هو العدو الصهيوني من خلال خبراء أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة. كثير من الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية حقيقة تكون هناك ذات مغزى وذات هدف حتى يقاس ردود الفعل عليها. للأسف إحنا في الأردن واجهنا مجموعة من الإشاعات مؤخرا، منها قصة المولات والتفجيرات، منها قصة لا أريد أن أسميها إشاعة فيما يتعلق في كنز عجلون، لكن غياب المعلومة الحقيقة. طيب ما بدك تسميها إشاعة بس ما بدي أسميها، لكن غياب كويس ما أنت من عجلون فأنت يعني لا لا مش موضوع عجلون، يعني غياب المعلومة الحقيقة الواقعية والمقنعة على الرأي العام، لأنه لم يعد ممكن يعني أنك أنت تتعامل مع يعني بسطحية مع الرأي العام المثقف، وخاصة في ظل وجود تواصل يعني الإعلام أصلا أصبح صناعة، ووسائل الإعلام أصبحت منتشرة في كل بيت سواء الإنترنت أو التواصل الاجتماعي. وبالتالي حقيقة غياب المعلومة وعدم إدراك المسؤول لأهمية الإشاعة والبناء عليها ومحاربتها في البداية فتح المجال للحديث حول كثير من القضايا. رح نحكي تفصيلا في هذه القضايا، ورح نحكي كيف انتشرت وكيف انبنى عليها. صحيح. سواء كانت إشاعة أم لا، كونك اتفقت أن إحداها إشاعة والأخرى حديث عن غياب معلومة دقيقة.